وزير الدفاع الأمريكي اليوم حذر نظيره الإسرائيلي من توسيع الحرب، لأن جالانت وزير الدفاع هذا الإجرامي في الكيان الصهيوني يريد توسيع الحرب إلى لبنان، يريد تدمير لبنان باعتبار أن حزب الله خطر عليه، فيريد أن يغتنم الفرصة ما دام كاين دعم غربي غير مسبوق ويقوم بتدمير لبنان. وزير الدفاع الأمريكي حذره بشدة وقال له أن هذا غير مسموح به. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تعرف أنه إذا ما ضرب حزب الله إيران قد لا تتدخل ولا تشعل حرب إذا ما دمرت حماس وغزة، لكن إذا ضرب حزب الله فأكيد إيران ستدخل في حرب. إذا لم تعلن الحرب فإنها ستقوم بأعمال هائلة. الولايات المتحدة عندها عشرات الآلاف من الجنود في السعودية، في الإمارات، في قطر، في الكويت، في البحرين، في عمان، في تركيا، وآلاف الجنود في البوارج الحربية وفي حاملات الطائرات. يعني ذلك أنها صحيح قد تدمر إيران، ولكن ستفقد آلاف، ربما عشرات الآلاف من الجنود. أكثر من ذلك، أكيد أن الحكومات الخليجية كلها ربما لينجو منها هو حكومة الكويت وقطر، لأن أقل سوء بالنسبة لشعوبهم، أو على الأقل عندهم مواقف في قضية غزة تعتبر معقولة، بينما الحكومات الأخرى خاصة السعودية والإماراتية ستسقط، السيسي سيسقط إذا ما اندلعت حرب إيرانية أمريكية تبعا لحرب ما بين إسرائيل وحزب الله. لذلك القوى الغربية تخشى بقوة من توسع الحرب، وهي تعرف أنه كلما طالت الحرب كلما كان إمكانية أن تتوسع احتمال واسع. ولذلك بالرغم من أن 57 رئيس دولة أو من يمثله حضروا في الرياض لما سمي بقمة عربية إسلامية، وخرج بيان يبدو قوي عندما تقرأ البيان مقارنة بالسابق تراه ما معقول يعني البيان، لكن الحقيقة المريرة، الحقيقة المفزعة، أن هناك 57 دولة، يعني 57 جيش. لو افترضنا أن أقل شيء 20 دولة عندها فقط 200,000 عسكري، طبعا كاين دول مثل مصر عندها مليون، الجزائر عندها 500,000 على سبيل المثال، المغرب عندها 450,000. لو افترضنا تركيا عندها مليون أو ما يقارب، إيران عندها أكثر من مليون، يعني كاين دول اللي هي من نص مليون إلى مليون، وهذه حوالي 87 دول. أندونيسيا أيضا، باكستان أيضا، هذا وحدهم، هذه الدول يفوتوا 5 ملايين عسكري بيناتهم، بين أندونيسيا وباكستان وتركيا وإيران ومصر والجزائر، هذون يفوتوا 5 ملايين عسكري. كاين دول أخرى عندهم مئات الآلاف، وكاين دول عندهم عشرات الآلاف. أي أننا أمام ما يسمى بالدول الإسلامية، هذه 57 دولة، أكثر من 15 مليون عسكري، 15 مليون عسكري في هذه الدول الإسلامية إجمالا، يعني بالتقريب راني نحاول نقرب الرقم. يعني ولديهم عشرات الآلاف من الدبابات، وآلاف من الطائرات، وعشرات الآلاف من ناقلات الجند والمزنجرات، وآلاف من الهليكوبترز، ومئات الآلاف من القوات الخاصة، وبعضهم عندهم غواصات، وبعضهم عندهم سلاح نووي، باكستان على سبيل المثال، وإيران على الأبواب. كل هذا الغثاء وشعوبهم تصل إلى ما يقارب 2 مليار، 23% من البشرية مسلمين،
أو على الأقل عندهم هذا الاسم نتاع مسلمين. تقريبا ربع البشرية. كل هذا الكم الهائل غثاء كغثاء السيل كما قال عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. قيل أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا شيء، ما عندكمش فاعلية، ما عندكمش تأثير، لا شيء. بعض الذين التقوا في كل هؤلاء لم يستطيعوا إدخال زجاجة ماء، كيس تاع قمح ما دخلوش لغزة، ما كانش. كل هذه، كل هؤلاء. لذلك الشعوب ترى، كاين كلمة قالها غوتيريش الأمين العام تاع الأمم المتحدة، قال التاريخ، التاريخ يرى، التاريخ يسجل. أكثر من ذلك الشعوب ترى وتسجل، خاصة عندنا احنا. وقبل ذلك وبعد ذلك فإن الله عز وجل لا يضيع عنده مثقال ذرة خير ولا مثقال ذرة شر، كله مسجل. إذن في الحقيقة هناك غثائية مرعبة. أكثر من ذلك كان بعض رؤساء الدول اليوم التقوا هناك، كانوا ثلاث أصناف تقريبا. صنف أميل إلى أنك تصدقوا فيما يقول ولكنه عاجز، وفي هؤلاء تدخل إيران وتدخل تركيا وتدخل قطر وتدخل الكويت وأندونيسيا وباكستان وماليزيا، كارهون لما يحدث ولكنهم عاجزون. صنف ثاني صح كارهون لما يحدث ولكنهم مش مستعدين ومش حتى غاضبين في الحقيقة، وبلاك مليح لو كان يتهناوا من هذا المقاومين يعني بدون أن يتحمسوا لذلك. وفي هذه يدخل النظام الجزائري، يدخل النظام المغربي، يدخل النظام التونسي ودول أخرى. وصنف مرتزق عميل خائن يريد إنهاء أي مقاومة في أي مكان لعالم الإسلامي، فما بالك في فلسطين، وعلى رأس هؤلاء المجرم خائن الحرمين بن سلمان وبن زايد والسيسي وملك الأردن وعباس الذي كان يذرف دموع التماسيح، هذا رئيس الميليشيا الفلسطينية. خاصة هذه الخمسة هم اللي يعبروا على الصنف الثالث، واللي قال عليهم دينيسروس أحد كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين، واللي يعرف منطقة جيدا وزارها عشرات المرات، وقال إنهم يشجعون إسرائيل ويشجعوننا على القضاء على المقاومة في فلسطين. هو قال على الإرهاب في فلسطين أو ما يسمى المقاومة إلى آخره. من العجب والعجيب أن تكون هذه القمة في بلد في الوقت اللي كان يذبح فيها أطفال وما زال أطفال غزة وأطفال فلسطين، قرر أن تكون له موسم يسموه، وش يسموه، ترفيه تاع المسخ. شوفوا وش يقول معارض سعودي على الموضوع نتاع ان ولي الامر هناك طلبهم باش يتبرعوا لغزه. قال لك ان الملك سلمان قال هذه كانت قبل 10 ايام تقريبا، تبرع نظن ب 13 مليون دولار وبنو مانيش عارف بكم من مليون دولار من اموالهم الخاصه. لكن واحد المعارض السعودي علق عليها، عجبني التعليق حبيت نتقاسمه معاكم، خلينا نشوف اذا نلقاه هنا.
شوف وش يقول هذا. محمد بن سلمان وأبوه يتبرعوا بخمسين مليون لأهلنا في غزة، ويطلبون كذلك من الشعب السعودي التبرع. الله عليكم يا حكومتنا. قبل ما أدخل في الموضوع حاب أقول لكم إن أنا اشتغلت 3 شهور في جمعية تابعة لجمعية إحسان الحكومية. والله إن الناس اللي شغالين في الجمعيات الخيرية إنهم أكبر حرامية شافتهم عيني. المشكلة إنهم يفشخون فلوس التبرعات بآية من القرآن وعزة جلال الله. ما قلت لكم أكبر حرامية شافتهم عيني. ذلك اللي ينفق فلوسه على الراقصات وأهلنا تحت القصف في غزة، ده لا تأمنوه على أموالكم يا شعبنا. أنا والله أقول إن فلوسكم هذه اللي تتبرع فيها راح تروح للراقصات ولا بيوصل شيء منها لأهلنا في غزة. عندي لكم سؤالين بتعري لكم الحكومة وتحداهم يجاوبوا عليها. السؤال الأول، بدل ما كنتوا تدفعوا فلوسكم على الرقاصات وشكيرة كان حطيتوها لأهلنا في غزة أو لا؟ السؤال الثاني، ليش يوم جيتوا دعمتوا المتضررين في أوكرانيا ب$810 مليون ما طلبتوا من الشعب التبرعات وصرفتوها من ميزانية الدولة وجوعتوا الشعب؟ يعني الحكومة لما تدفع للكفار تدفع من جيبها، لما تيجي القضية عند المسلمين تطلب من الشعب إنه هو اللي يدفع. الله عليك الحكومة هذه تبى تكسب تعاطفكم مع أهلنا في غزة وتنهب منكم الفلوس. سبحان الله، فجأة مشاهير السعودية دول اللي ما كانوا يتكلموا ولا بكلمة واحدة عن أهلنا في غزة كلهم تكلموا على القضية الفلسطينية في يوم واحد، يوم طلبت الحكومة الفلوس من الشعب. قلت لكم إنه كلهم يمشوا بريموت كنترول، ما صدقتوني. كملوا والله إنكم مفضوحين، حكومة ومشاهير ومشايخ. وآخر كلمة أقولها هذه، تدقني إذا فلوسكم اللي تبرعتوا فيها وصلت لأهلنا في غزة. الأيام بيننا دون. صدق، السعودية تبرعت بأكثر من $800 مليون، أكثر من $800 مليون من خزينة الدولة لأوكرانيا. شيء جميل، فأوكرانيا خضعت لغزو روسي مرعب، لكن لما جت لغزة طلبوا من الشعب هو اللي يتبرع. ما فيش أخبث من النظام السعودي والإماراتي والسيساوي اللي في مصر اليوم. نظام الجزائر خبيث، نظامنا من أخبث الأنظمة على الإطلاق، لكن ما عندوش الإمكانيات، ليس له الإمكانيات، ولأنه بعيد على الكيان الصهيوني، فأمريكا وأخواتها لا يضغطون عليه كثير، مخليه له شوية هكذا يتحرك، يقولوا له قول أنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة وكاش مشكل، بس لما تجي الفلوس أبعثها لعباس، ها؟ عباس اللي يرأس الميليشيا نتاعنا بعثها له. أما نظام السيسي ونظام الإمارات ونظام السعودية فهؤلاء هم الشر المطلق، ولن تنجو المنطقة بدون سقوط هذه الأنظمة الثلاثة أو على الأقل واحد منهم. صحيح بيناتهم خصومات، فمثلا النظام المصري الآن راه يتقاتل مع النظام الإماراتي في السودان، لكن يتقاتلون بأبناء السودان. بالمناسبة السودان الأوضاع تسوء فيها، مش تكلموا عليها لأن غزة غطت على كل شيء.